في صالة الانتظار. متغلبون على جراحاتهم خرجوا إلى الشارع، وبعد أن كانوا أبطالا صاروا مقعدين في العراء. كان هذا آخر رجاء ربما يقوم به جرح الجيش الوطني والشرعية في مدينة تعز، بعد أن تنصلت الجهات المعنية عن مساعدتهم وتقديم العلاج من خلال تسفيرهم خارج البلاد. خلال سنوات الحرب الثلاثة التي لم تتوقف بعد، قاتل هؤلاء وتعرضوا لإصابات مختلفة، لكن بعد أن طالهم الإهمال من الحكومة قرروا الاعتصام أمام مقر السلطة المحلية في شارع جمال وسط مدينة تعز. الاعتصام المفتوح سيظل مفتوح حتى تلبية كافة مطالب الجرحى من تسفيرهم وعلاجهم وحل مشاكل جرحى الهند بصورة عاجلة، إحالة لجنة الهند للتحقيق من هول الفساد الذي خرج بالتحقيق المبعوث اللجنة للهند، توفير السكن للجرحى، سرعة علاج الجرحى في الداخل، تسديد ديون الصيدليات. وعود كثيرة تلقاها هؤلاء من أكثر من طرف لكنها لم تتحقق، فأجبرتهم على الإقامة هنا حيث ينامون وهنا أيضا يأكلون وينتظرون تدخل الجهات الرسمية بالنظر إليهم وعلاجهم. ما زلنا معتصمين، نصبنا الخيام، ما زالت وجباتنا، أكلنا، شربنا، صلاتنا في ساعة الاعتصام حتى يتم الاستجابة لكافة المطالب التي تقدمت بها الرابطة. تنوعت إصاباتهم فتنوعت وعود الجهات المعنية لهم بالعلاج، ما يفاقم من حالاتهم الصحية خصوصا في ظل وضع صحي متدهور وعجز المستشفيات في المدينة عن تقديم أي رعاية صحية لهم وعدم قدرتهم على تحمل أعباء العلاج في ظل وضع اقتصادي صعب. تتحدث بعض التقارير المحلية على أن محافظة تعز وحدها سقط فيها حتى الآن ما يزيد عن 15,000 جريح بين المدنيين والمقاتلين ولم يتلقوا العلاج، ويبقى ملف الجرحى شائكا يراوح مكانه، فاضحا عجز الشرعية وتنصل التحالف العربي بالتدخل من إنقاذهم وتسفيرهم للعلاج. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.